Good cop, bad cop. Bad cop. اعتقال ثلاثي بعد أن تظاهروا بأنهم شرطة. ثلاثة أشخاص يدعون أنهم من سلالة مخفر شرطة يعود إلى 3000 سنة، وقد تم اعتقالهم بعد أن شكت الشرطة بأنهم يحتجزون بعضا من عناصرها. ويدعي هؤلاء بأن مخفر الشرطة الماسوني خاصتهم لديه ولايات قضائية في 33 ولاية في أمريكا. قد بدأ الثلاثي الذكي بمراسلة عناصر الشرطة في تموز من العام الماضي ليعلنوا عن رئيس قسم الشرطة الجديد ديفيد هنري، لكنهم أثاروا الشكوك أثناء التحقيق حيث لم يجاوبوا على أي سؤال إلا بأنهم من سلالة فرسان المعابد. قامت إدارة شريف مقاطعة لوس أنجلوس بالتدقيق في شرعية هكذا غراء، والتي تعد شيئا جديدا على عكس ما يدعي هؤلاء بأنهم هناك منذ 1100 عام قبل الميلاد. في النهاية توجهت الشرطة الحقيقية إلى منزل مدرج كعنوان على الإنترنت، وهناك صادرت سيارة شرطة وبدلات شرطة والكثير من الأسلحة. من بين هؤلاء كان براندون كايل الذي يعمل كمساعد للنائب عام في كاليفورنيا السيد كامالا هاريس، وقد تم صرفه من العمل فورا. فما رأيكم بهؤلاء المعاتيه يا سادة؟